من أولى الناس بهؤلاء الأنبياء والمرسلين؟ من أولى الناس بإبراهيم؟ من أولى الناس بموسى؟ من أولى الناس بعيسى بن مريم؟ وأقول أولى أي أحق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، حياكم الله جميعا وبارك الله فيكم وأحسن الله إليكم وزادكم الله من فضله. أركان الإيمان عند المسلمين ستة، منها أن يؤمنوا بجميع الأنبياء والمرسلين، كما قال الله عز وجل: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. فمن أركان الإيمان أن نؤمن بجميع الأنبياء والمرسلين، ومعلوم أن كل رسول نبي، ومن أفضل المرسلين الذين أرسلهم الله عز وجل أولو العزم من الرسل، وهم نوح عليه السلام وإبراهيم عليه السلام وموسى ابن عمران عليه السلام وعيسى ابن مريم عليه السلام ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: وإذ أخذ من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. وقال: شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فهؤلاء هم أولو العزم من الرسل، وهم أفضل الأنبياء والمرسلين. أقول ذلك للسؤال الذي يطرح نفسه: من أولى الناس بهؤلاء الأنبياء والمرسلين؟ من أولى الناس بإبراهيم؟ من أولى الناس بموسى؟ من أولى الناس بعيسى بن مريم؟ وأقول أولى أي أحق. من أحق الناس بإبراهيم عليه السلام؟ ومن أحق الناس بموسى ابن عمران عليه السلام؟ ومن أحق الناس بعيسى بن مريم عليه السلام؟ الله عز وجل أخبرنا بذلك فقال: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا، أي هذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، والذين آمنوا، آمنوا بمحمد وآمنوا بجميع الرسل وآمنوا بإبراهيم، هم من الذين اتبعوه. فإن أولى الناس وأحق الناس بإبراهيم عليه السلام الذين اتبعوه، والنبي محمد صلى الله عليه وسلم والمؤمنون هم أولى الناس بإبراهيم. ولما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ووجد اليهود يصومون يوم عاشوراء، فسأل عن ذلك فقالوا: هذا يوم نجى الله فيه موسى وقومه من فرعون وقومه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن أولى بموسى منكم. نحن أولى بموسى منكم، أي نحن معاشر المسلمين أولى بموسى من اليهود، من الذين يتبعوه، من أمة موسى نحن أولى منهم، لأننا نؤمن بما جاء به موسى من غير تحريف ولا تبديل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أولى الناس بعيسى بن مريم في الدنيا والآخرة، صلى الله عليه وسلم. ونحن كذلك، لأننا أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، فنحن أولى الناس وأحق الناس بعيسى بن مريم في الدنيا والآخرة. فيا أيها الأحبة، أحق الناس وأولى الناس بالأنبياء جميعا هم نحن المسلمون. لذلك لا يقال الذي له نبي يصلي عليه، نحن لنا جميع الأنبياء، لا كما يزعم البعض عيسى نبي ومحمد نبي واللي له نبي يصلي عليه. نحن نصلي على جميع الأنبياء، لا نتفرد بنبي عن آخر. نعم، نحن نؤمن بأن محمدا صلى الله عليه وسلم هو خاتم المرسلين، وهو أشرف الناس، بل وهو سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم، لكن لا يمنع أننا نؤمن بجميع الأنبياء والمرسلين، وهذا الذي وصانا به النبي صلى الله عليه وسلم ودلنا عليه، في أننا أحق وأولى الناس بكل نبي من قومه، لأن أقوامهم إنما حرفوا وبدلوا ما جاء به هؤلاء الأنبياء. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.